أهلا بكم إلى موجز الأخبار في دقيقة. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن تزويد إيران للميليشيات الحوثية بالصواريخ عدوان عسكري مباشر. الأحزاب السياسية البريطانية تتفق على تعزيز إجراءات مكافحة التحرش الجنسي، وعدد الأجهزة المحمولة المتصلة بالإنترنت بإفريقيا يتخطى المليار بخمس سنوات فقط. استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت في تزايد، 54% من الضحايا تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وواتساب المزيف يخدع أكثر من مليون مستخدم عن طريق تحميل النسخة المزيفة من جوجل بلاي. أما شركة فورد فتطور قبعة ذكية تمنع السائقين من النوم أثناء القيادة.